وللحديث عن انتهاكات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وتداعياتها إنسانيا وسياسيا معنا عبر الهاتف من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ناجي الضاضة. حياكم الله دكتور ناجي. حياك الله، أهلا بك. أنا أهلا بك دكتور ناجي. بداية، برأيك ما خطورة ما يجري في غزة من حصار، و يعني وزارة الصحة في غزة دقت ناقوس الخطر وحذرت من توقف خدماتها لمرضى الكلى، ما خطورة ما يجري؟ خطورة تكمن في أن الحصار يصيب كل مناحي الحياة، يعني أن يصل إلى مرضى غسيل الكلى. معلوم أن مريض غسيل الكلى إذا لم يتمكن من الحصول على جلسة الغسيل الأسبوعية أو الجلستين خلال الأسبوع فإن حياته مهددة، باعتبار أنه لا يستطيع أن يقاوم جسده المرض لعدة أسابيع. هذا منحى وملمح من ملامح الحصار القاتل الذي يديره الاحتلال الإسرائيلي بإرادة دولية وموافقة إقليمية. للأسف الحصار على قطاع غزة هو حصار حقيقي وليس حصار شكلي، بمعنى أن ليس فقط المواد الطبية أو المواد التي يسميها الاحتلال مزدوجة الاستخدام ممنوعة، كذلك المستهلكات الطبية. الاحتلال يدرس ويعد ويقيس كل شيء يدخل إلى قطاع غزة بحيث أنه لا يتجاوز الحد الأدنى وغير قابل للتخزين، فيما يتعلق بالمواد الصحية، فيما يتعلق بالمواد التموينية، فيما يتعلق بمواد البناء، وكذلك المواد المرتبطة بقطع الغيار والصيانة وغير ذلك. الاحتلال يدير عملية الحصار بشكل دقيق عبر المعابر معه، وكذلك حتى المعابر مع الجانب المصري يتم إدارة الكميات التي يتم دخولها إلى قطاع غزة. هذا الحصار خانق وقاتل وهو يمس كل نواحي الحياة داخل قطاع غزة فيما يتعلق بالمواد وما يتعلق أيضا بالأفراد. هناك تقنين كبير وعالي ودقيق لكل ما يدخل ويخرج من قطاع غزة بهدف استمرار خنق قطاع غزة وتدفيع الحاضنة الشعبية في القطاع لمواقفها الداعمة والحاضنة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. طيب دكتور ناجي، هذا التضييق والحصار هل يتم بوتيرة واحدة أم يعني يجري أحيانا تشديد هذه الإجراءات وهذا التضييق وأحيانا يتم التساهل؟ الاحتلال يدير هذه العملية بدقة عالية باعتبار أن هناك فترات يشهد في تصعيد عسكري ضد قطاع غزة، يتبع ذلك تفاهمات أو يسبق ذلك تفاهمات. هناك تفاوت في الحالة، لكن كما أسلفت أن هناك معيار له علاقة بألا يتم السماح لقطاع غزة أن يكون فوق الماء. يجب أن يكون الجسد وحد التنفس حتى سطح الماء، بمعنى الحد الأدنى من كل شيء بما لا يسمح تخزين أي شيء، حتى يبقى القطاع تحت معايير الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى إذا أراد أن يتيح مجال للعمالة للعمل في الداخل المحتل العمال يفتح المعابر، إذا أراد أن يغلق فإن هذا الإغلاق يصيب هذا القطاع بشلل كامل. كذلك المواد التموينية، يستطيع الاحتلال أن يمنع خروج أي شيء. قطاع غزة معلوم أنه يعتمد بشكل أساسي على مجموعة من المواد التي يتم تصديرها سواء إلى الضفة الغربية أو إلى الداخل المحتل، مثل الخضار وفي بعض المواسم الأسماك، في بعض المواسم مواسم مثلا الفراولة والزهور، هذه لها مواسم مهمة وقطاعات تعمل عليها بشكل كامل بهدف التصدير. أساسا يتعمد الاحتلال أن يصيب هذه القطاعات بشلل كامل، وبالتالي هناك تفاوت واضح في إدارة هذا الموضوع. أيضا فيما يتعلق حتى بخروج الأفراد ودخولهم، فيما يتعلق بالتحويلات المرضية سواء إلى مستشفيات الضفة الغربية أو مستشفيات الداخل والقدس أو حتى التحويلات المرضية للدول العربية والدول
الإسلامية، هناك إدارة دقيقة لهذا الملف، كلها تستهدف استمرار خن قطاع غزة واستنزافه. معلوم أن 17 عاما من هذه الحالة هو أمر صعب للغاية على حاجات الناس. هناك جيل كامل قد نشأ وهو يرى أن أفق الخروج من قطاع غزة هو أفق محدود للغاية، إضافة إلى أن كثير من المواد أصبح من المستحيل أن تراها في قطاع غزة في ظل هذا الحصار، بالذات فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية عالية التقدم. يعني ذكرت قبل قليل دكتور ناجي أن سبب هذا التضييق لربما من أحد أسبابه هو الضغط على الحاضنة الشعبية، لربما لتأليبها حاضنة المقاومة الفلسطينية. هل نجح الاحتلال فعليا وواقعيا في تنفيذ هذا الهدف أم لا؟ أستطيع أن أقول أن الاحتلال فشل فشلا ذريعا، وأن ما يمكن أن يصفه الاحتلال في لحظات معينة قد تلاشت آثاره. يعني دعني أحيل المشاهد والمستمع الكريم إلى معركة العصف المأكول والعدوان الإسرائيلي في عام 2014. كان عنوان إنهاء تلك الجولة التي استمرت 51 يوما وتم تدمير معظم البنية التحتية المدنية والحكومية في قطاع غزة، كان العنوان البارز هو منع إدخال مواد البناء الأساسية لتجفيف منابع المقاومة من بناء ما كان يطلق عليه الأنفاق الهجومية والأنفاق الاستراتيجية والأنفاق الدفاعية تحت الأرض. قام الاحتلال بإرادة دولية بمراقبة كل كيس أسمنت أو شوال أسمنت يتم بيعه في السوق المحلية في قطاع غزة أو يدخل إلى قطاع غزة عبر كاميرات مراقبة مربوطة بالجانب الإسرائيلي وبجهات دولية تراقبه. يتم تدوين اسم كل بيت يتم إعادة إعماره، موافقة إسرائيلية أولية على مواد البناء والكميات والإنشاءات والخرائط الإنشائية، تفاصيل كثيرة. لكن بعد ذلك أدرك الاحتلال أن كل ذلك لا يمكن أن يمنع المقاومة من أن تقوم ببناء بنيتها التحتية المقاومة، لأن المقاومة تدرك دائما، وكل الأطراف بالمناسبة تدرك أن المقاومة لا تعمل في سياقات طبيعية. المقاومة لا تتعامل ضمن توريد أسلحتها ومستلزماتها العسكرية والقتالية والإنشائية بالطرق التقليدية التي يراها الاحتلال ويسمع بها ويتعامل معها بشكل مباشر. صحيح أن هناك بعض الحالات يتم من خلالها ضمن عمل استخباري معقد من خلال ملاحقة الإمداد العسكري أو إمداد معين عبر البحر الأحمر في دول متعددة تم الإعلان عنها عبر الاحتلال في فترات سابقة، إلا أن ذلك كله لا يجدي نفعا مع إرادة المقاومة. وهذه هي الكلمة المفتاحية، الكلمة المفتاحية هي إرادة المقاومة لدى الشعب. طيب إرادة المقاومة لماذا لا يتم عكسها على أرض الواقع سياسيا لربما وفي المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية؟ قد يسأل سائل هذا عن هذا الأمر. دعنا نتحدث بشكل صريح، تتحدث عن إرادة المقاومة وليس عن إرادة المفاوضات السياسية التي ترعاها منظومة دولية وعالمية كبيرة كلها تعمل ضد إرادة المقاومة. يعني كل العنوان السياسي الذي يتم الحديث عنه إسرائيليا وعبر السلطة الفلسطينية وعبر المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية والمجموعة الدولية في هذا العالم كلها تعمل بالأساس ضد المقاومة. يعني هي لا تريد لهذه المقاومة أن تنجح. دعني أقول لك أن الكثيرين في هذا العالم من الرسميين يشعروا أن المقاومة تحرجهم، وأن المقاومة التي تستطيع أن تصد عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتربك حساباته الداخلية وتربك منظومته الدفاعية ومنظومته الهجومية بإمكانيات محدودة في ظروف صعبة، كل ذلك أعجز كيانات ودول عظيمة أن تقول للاحتلال لا. المقاومة تربك حسابات الاحتلال، ولكنها تدرك أن هذا الذي يحدث هو في مقابل مزيد من الشهداء والآلام والجرحى والمعتقلين، مصادرة الأموال، مصادرة الممتلكات، كثير من الآهات والعرق والألم.
المقاومة دائما يترافق معها ثمن كبير يتم دفعه، ولكن كل ذلك من أجل حرية لا تقدر بثمن في مقابل عبودية ليس لها نهاية. لا يمكن التعايش مع الاحتلال، لا يمكن قبول الاحتلال، وهذا هو عنوان الشعب الفلسطيني الذي عرف به منذ أكثر من 7 عقود ونصف، وهو يرفض الاحتلال ويقاوم. وأما الأفق السياسي لا يمكن لأحد أن يمنح الشعب الفلسطيني دولة في ظل الاحتلال، يعني كيف يمكن أن تكون دولة في ظل الاحتلال؟ هذا لم يكن موجود في هذا الكوكب، لم يحدث في التاريخ على الإطلاق. كل الحكومات التي كانت في ظل الاحتلال هي حكومات تابعة للاحتلال. انظر مثال إلى حكومة فيشي خلال الحرب العالمية الثانية التي أنشأها هتلر، هي تابعة في فرنسا، في أجزاء من فرنسا تابعة لهتلر. الهنود الحمر تم إبادتهم وإحلالهم باحتلال أوروبي وبناء كيان كبير أمريكي، لكن غير ذلك لم يكن هناك تعايش على الإطلاق، لا مع الاحتلال البريطاني ولا مع الاحتلال الفرنسي ولا مع الاحتلال البرتغالي وكذا الاحتلال الإيطالي. لم يكن ذلك مقبولا في هذا العالم أن يتم التعايش مع الاحتلال، لأن من يتعامل مع الاحتلال هو يصير ضد مع إرادة الاحتلال. ولا يمكن، أختم بأنه لا يمكن أن تلتقي مصالح الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ناجي الضاضة.